فقدت سيدة بريطانية 50 كيلوغراما من وزنها بعد التخلي عن شرب القهوة. كشفت صحيفة مترو البريطانية أن لورين 28 عاما تخلت عن عادتها اليومية في شرب القهوة، خاصة أنها كانت تشرب 15 كوبا من القهوة يوميا لتفقد 50 كيلوغراما من وزنها. وقالت لورين أنها بدأت تشعر بالسعادة بدرجة أكبر عندما أصابها الاكتئاب لفترة بسبب وزنها الزائد، فضلا عن تحسن حالتها الصحية. ووضعت لورين حدا لشهوة الكافيين إذ تناولت 4 أكواب من القهوة يوميا بحد أقصى، واستبدلت السكر بمادة للتحلية. ونزل قياسها 7 درجات كاملة بعد نحو عام من قرارها بالتخلي عن شرب القهوة. يذكر أن لورين هي أم لثلاثة أولاد وتعيش بإيرلندا الشمالية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر أعجبني. دمتم بود أحبائي.